المشوار الصباحي في برنامج قهوة الصباح ما زال مستمرا معكم مشاهدينا الكرام، وهذه المرة سننتقل بكم من استوديو البرنامج من متنزه القرم الطبيعي بمحافظة مسقط إلى ولاية رستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وتحديدا إلى الزميل عبد الله بن عامر اللويهي. من هناك ينقل لنا تفاصيل موضوع بدء حملة تحصين طلبة الدبلوم العام ضد كوفيد 19 بمحافظات السلطنة، وهذه المرة نتكلم عن محافظة جنوب الباطنة. التفاصيل مع عبد الله، صباح الخير لك وإليك الكلمة. صباح النور حسين، تحية صباحية لك ولكل المشاهدين من هنا من ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة التي تشهد مع باقي محافظات السلطنة اليوم تدشين حملة تحصين طلبة دبلوم التعليم العام ضد فيروس كوفيد 19. حقيقة انطلاق الحملة كان صباحا، لمسنا من خلال زيارتنا لمختلف المراكز التي يعني تم تهيئتها إقبال من الطلبة وأيضا المعلمين الذين أيضا سوف يكونوا قائمين على مراكز الاختبارات إقبال كبير، وهذا يعكس ثقافة أهمية أخذ هذا اللقاح خاصة في هذه الفترة التي بدأنا نلمس أيضا ارتفاع في نسب الإصابة من هذا المرض. طبعا الحملة هذه تأتي بالتعاون بين المديرية العامة للخدمات الصحية على مستوى طبعا محافظة جنوب الباطنة والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة. كل هذه التفاصيل إن شاء الله راح نتعرف عليها من خلال لقائي التالي بالدكتورة شيماء بنت سعيد البقلانية، طبيب عام بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة. دكتورة صباح الله والخير والسلام عليكم. صباح النور والسرور أخي عبد الله. دكتورة نتحدث اليوم من انطلاق طبعا الحملة هذه حملة التحصين، أهمية يعني استهداف طلبة المدارس في هذه الفترة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا استهدافنا بالذات لطلبة الدبلوم العام كان بالاعتماد على عدة أسباب، من ضمنها بداية إنهم بيكونوا اختباراتهم في مركز اختبارات، وهذه الاختبارات بتكون مختلطة مع باقي الطلبة ومع الكادر التدريسي، بالإضافة إنه هذا الطلبة ممكن يعني يتم قبول في جامعات سواء كان محلية أو عالمية، ويستدعي إنه يكونوا محصنين خاصة في الانتشار الحالي لفيروس كورونا. نعم، طبعا نحن اليوم شهدنا مع الانطلاق اليوم طبعا الانطلاق اليوم الأول إقبال جيد حقيقة، وهذا يعكس صورة إنه أصبحت الثقافة أخذ هذا التطعيم طبعا مهم جدا لمختلف فئات المجتمع. الطلبة اليوم حقيقة يعني لاحظنا طبعا سواء كان من خلال وجودنا في المدرسة الأولى أو هذه المدرسة، أنتم أيضا قراءتكم لمدى إقبال هؤلاء الطلبة؟ هو الحمد لله رب العالمين إنه الأعداد جيدة، وطبعا الأعداد متفاوتة على حسب الكثافة السكانية للطلاب وأعداد المدارس في كل محافظة. الأعداد مبدئية اللي سجلناها مبشرة، ويعني والشيء المبشر الآخر إنه في طلبة كانوا رافضين التحصين، بس لما شافوا زملائهم وشافوا الوعي العام يعني للمجتمع قرروا أنهم غيروا رأيهم يعني وطالبوا أنهم يكونوا من ضمن الفئة المستهدفة للتحصين. جميل، وطبعا هي أيضا رسالة إنه هذا اللقاح طبعا هو حماية لهذا الطالب، حماية لأسرته، حماية للمجتمع، وأيضا يعني وزارة الصحة أكدت مأمونية هذا اللقاح، بالتالي يعني ليست هناك مضاعفات حملة من خلال الاستخدام عليه. طبعا أخي عبد الله الاستعدادات لمثل هذه الفعاليات كان من بداية الجائحة، يعني ما شاء الله وزارة الصحة قائمة بدور كبير في التذكير المستمر بالإجراءات الاحترازية، وكذلك التعاون بين مديرية الصحة والمديرية التربية والتعليم في أنه يكون مستوى الوعي الصحي عالي. كذلك يعني احنا شاهدنا في من خلال زياراتنا للمدارس انهم ما شاء الله عليهم يعني ملتزمين تماما، يعني من حيث الاجراءات الاحترازيه والتباعد وقياس درجه الحراره بالنسبه للموظفين الكادر التدريسي وبالنسبه للطلبه كذلك. طبعا الحث على هذه المبادره كان الحمد لله يعني بالتماشي مع يعني جهود وزاره الصحه، ومن حيث ايضا رفع المستوى الصحي للمجتمع. يعني الحملة راح تستمر لمدة أسبوعين، وأعتقد إنه عدد المراكز أيضا الفئة المستهدفة في هذه المرحلة. طبعا على حسب الخطة إنه إحنا بدينا دشنا الحملة اليوم وناويين إن شاء الله نستمر على مدار أسبوعين. تم تشكيل تقريبا 19 فريق على مستوى ولايات محافظة، وال يعني الحمد لله رب العالمين الإقبال طيب يعني. جميل. هذا أيضا من خلال هذا اللقاء وكذا دعوتنا لجميع الطلبة والطالبات والمعلمين أيضا للاستفادة من هذه الفرصة وأخذ هذا التطعيم طبعا هذا التحصين حماية لهم ولأسرهم. أيضا يعني أخي سيف عندي أيضا لقاء مع إحدى الطالبات التي استفادت اليوم وأخذت هذا التطعيم. السلام عليكم، تعرف عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة ريان راشد غافري مقيدة في الصف 12 رابع.
اليوم طبعا انت من ضمن الطلبه اللي او الطالبات اللي استفادوا من او اخذتوا التطعيم، تحدثينا عن اهميه اخذ طلبه الثاني عشر تحديدا للتطعيم ضد مرض فيروس كوفيد 19. نعم انا اخذت التطعيم قبل دقائق، والحمد لله، وانصح الجميع باخذ اللقاح لانه مهم جدا لطلبه الثاني عشر للالتحاق بالمؤسسه التعليم العالي، كذلك للالتحاق بالبعثات الخارجيه، كذلك ينصح عليه الجميع وليس له اضرار، فانصح جميع الطلبه باخذ اللقاح للفائده وللابتعاد عن كورونا. زميلاتك طبعا الموجودات اليوم في اقبال كبير لاحظت من خلال طبعا الاستفاده من هذا التطعيم؟ نعم الاقبال للجميع، جميع الطالبات تقريبا في صفي وجميع طالبات المدرسه، فقط نسبه قليله جدا جدا التي لم تاخذ اللقاح، ولكن يعني نسبه الاعلى اخذنا اللقاح. لكن التوفيق ان شاء الله. الاخ سيف، هذه الصوره الان هنا في ولايه الرستاق وعموم ولايات محافظه جنوب الباطنه والسلطنه بشكل عام مع بدء انطلاق طبعا حمله تطعيم او تحصين طلبه دبلوم التعليم العالي العام. بارك الله كل هذه الجهود الوطنيه عبد الله، وايضا نسال الله الصحه والسلامه والعافيه للجميع بمشيئه الله تعالى. الزميل العزيز عبد الله بن عامر اللويهي كنت معنا من ولايه رستاق بمحافظه جنوب الباطنه، وحديث حول بدء حمله تحصين طلبه الدبلوم العام ضد كوفيد 19 بمحافظات السلطنه. مشاهدي الكرام، ما زلنا مستمرين متواصلين معكم في مشوار الصباحي في برنامجنا، ولكن بعد الفاصل نواصل، فخلوكم معنا.